ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم في قطر. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد شمس الدين صاحب محل خياط نوبل الخياطة النسائية. في البداية يسعد مساك. أيوة السلام عليكم، أنا خياط نوبل سوق الريم دوحة. هذا أنا في شغل تطريز عريش شيك، هذا كله ترتيب خنا كله ترتيب. هذا أنا سوي مية شغل، هذا خياط نوديب. هلا نفر كله يزي واحد مرة يدي شوب، أنا خياط نوديب. هذا شغل، هذا أنا سوي أرخص شيل فلوس، هذا زين كله ترتيب شيك عري تطريز كله هذا زين. هذا ما هي مشكلة تال دكان أي شيء، ما هي مشكلة هذا كله ترتيب. نعم، شو هي الخدمات اللي أنت عم تقدمها هون بخياط نوبل؟ أيوة، هذا أنا في نفر في هذا في فوق في هذا شغل، في هذا فصوص في شغل، هذا تطريز في شغل، هذا شيك في شغل، أبايا شغل، هذا كل شغل، هذا شغل، هذا مية مضبوط زين، هذا شغل، هذا نظيف. الله. نعم، بس شو اللي بيميزكم عن المحلات الثانية؟ أيوة، هذا أنا شغل نظيف، هذا صار ما هي مشكل، صار هذا أرخص كله، هذا كله ترتيب، هذا ومن شغل كله ترتيب، أبايا حنا كله ترتيب تطريز هاي شكل. نعم زين. ما هي رؤيتك المستقبليه؟ انت شو حابب تعمل لقدام؟ الحين انا جديد براس واحد سنه، بعدين انا ترتيب ثاني دكان شوب انا مدي. نعم أيوة. ان شاء الله. شو هي المشاكل والمعوقات اللي انت عم بتواجهها بهذا المجال؟ شويه مشكل الحين هذا شغل تعبان، هذا ايجار غالي، هذا ايجار غالي الحين هي مشكله، هذا شك تامي، هذا ترتيب شويه، هذا إذار تحت زين. نعم. هذا قطر زين كله زين هذا. نعم. أيوة. أنت لمين بدك توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ هذا قطر غوفرمنت زين الله زين هذا بابا ما كله هذا شكرا. نعم. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع نوبل الخياطة؟ وين مكانك وشو هي صفحتك أو طرق التواصل معك؟ لوكيشن هذا قريب، هذا سوق ذهب قريب نير، هذا سوق واقبي، هذا سوق الريم، دكان محل نيم هذا خياطة نوبل. نعم شكرا. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر السيد شمس الدين على حسن استضافته لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورت شاشتنا وشكرا.